نتحول مع حضراتكم لمتابعة جلسة الريف الجديد والطريق إلى مجتمعات ريفية مستدامة في إطار مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل والذي تستضيفه مدينة الأقصر في أقصى جنوب مصر. نتابع هذه البلد. فسألت الزميل المرافق قال لي لا، ده إحدى الدول من خارج القارة الأفريقية بتزرع 5000 فدان من الرز، بتوفر كافة المتكلات الزراعية وبالإنتاج بيكون مناصفة. أنا مش عايز أذكر اسم هذه الدولة، ولكن أنا بالبحث تبين أن ده مزروع الدولة تملك عدد من الأحواض منها حوض النيل. ده كان في خارج حوض النيل اللي هو المية بتيجي لمصر. أنا عايز أسير النقطة دي برضو، أن إحنا مفهوم المياه الافتراضية مش يعني أن أنا بس أستخدم مياه هناك، ده أنا لازم عيني تبقى موجودة وأشوف، لأن ممكن المياه بتاعتي وهي جايلي تستخدم في الطريق من خلال مفهوم المياه الافتراضية. وزي ما هوضح كمان شوية، في بعض الدول بتزرع في دول حوض النيل حتى هذه اللحظة محاصيل، وأعتقد أن إحنا يجب نتابع بدقة، لأن قد يكون حصتنا المياه تستغل في فترة معينة، قد لا تكون مستغلة الآن، ولكن لاحقا خلال السنوات الجاية يجب يكون عنا على هذا الكلام. دكتور، ثلاث دقائق. ثلاث دقائق لوقت حضرتك. فاضل ثلاث دقائق. أوكي. بعض الخطوات العملية التي يجب دراستها لما أجي أطبق مفهوم المية الافتراضية. أولا تحديد المحاصيل اللي أنا ممكن أزرعها بالاتفاق مع بعض دول حوض النيل أو خارج دول حوض النيل. في دول خارج أفريقيا بترحب بهذا المفهوم، زي مثلا الرز، القصب. مع دراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية، لما أقول الآثار الاقتصادية والاجتماعية، الرز بالنسبة للفلاح مش محصول عادي، ده محصول كاش كروب بيجيب له دخل ويستخدمه في تغذية العيلة كلها، يخزنه على مدار السنة. بالنسبة للقصب ده محصول اجتماعي، القصب بيورد إلى مصانع السكر في الصعيد لإنتاج السكر، في عمالة شغالة في مصانع السكر، لازم أراعي هذا البعد الاجتماعي عند اخذ هذا القرار. ممكن انا عندي عجز في محصول القمح، ليه ما زرعش القمح خارج مصر؟ هو ما بيستهلكش ميه كتير مقارنه. طب ليه ما زرعش؟ يبقى محصول استراتيجي بالاتفاق مع دوله تانية، ازرع عندها موارد مائيه خارج حوض النيل. ممكن دراسه الفكره، انا ما اقولش الكلام ده يطبق فورا، ندرس هذا الكلام. برضو الحذر الشديد عند زراعة تلك المحاصيل في دول حوض النيل وعدم التوسع الزائد، لأن أنا ممكن الحصة بتاعتي تستهلك في أعالي النيل دون أن يكون عندي الدراية الكافية. لازم أكون عندي المعلومات الكافية، هل اللي أنا بزرعه ده أو للدول التانية بتزرعه في دول حوض النيل بيأثر على حصتي اللي جالي ولا لا. برضو في بعض الدول تملك أكثر من حوض النيل وأحواض تانية. هذه الدول أنا كنت كاتبها بس شلتها برضو منع لأي حساسية. ممكن أبدأ بهذه الدول في الأحواض اللي هي خارج حوض النيل، اللي هي مش هتأثر عليا في استهلاك المياه. معظم دول حوض النيل تفتقر إلى البنية التحتية للزراعة، عشان لو كده لما أروح أعمل أزرع محاصيل هناك لازم أعمل حساب إن أنا هصرف على استثمار تهيئة البيئة الزراعية هناك للزراعة. في فلوس هتنفق في الأول، في اتفاقات ثنائية. برضو عايز أأكد النقطة الأخيرة، أن بعض الدول الأفريقية من غير دول حوض النيل ودول غير أفريقية على استعداد، وبالفعل في دول غير أفريقية لو في دول عايزة تزرع محصول عندها بتزرع هذا المحصول من خلال اتفاقات ثنائية ومن خلال المشاركة بنسب معينة في إنتاج هذه المحاصيل. أنا بشكر حضراتكم على حسن الاستماع، وفي نهاية الجلسة على استعداد لأي سؤال إن شاء الله. شكرا يا دكتور. شكرا. ننتقل إلى دكتور صلاح سرحان. دكتور، التسويق المجتمعي هو موضوع العرض الخاص بحضرتك، إزاي يبقى عندنا رسالة تسويقية جذابة وفي نفس الوقت مرتبطة بشكل مباشر بالمواطن واحتياجاته، إزاي يقنعه بتغيير سلوكه في ظل مجتمع بترتفع فيه نسبة الأمية، ليست فقط أمية القراءة والكتابة، ولكن أيضا حتى فكرة أنه ما عندوش لايف ستايل، ما عندوش أسلوب حياة، ما عندوش توعية بيئية. في ناس ما تعرفش يعني إيه بيئة، يعني إزاي نقدر من خلال التكنولوجيات الحديثة أحدث، حضرتك طبعا أستاذ متخصص في الماركات العالمية واستراتيجيات الإقناع، إزاي نقدر نوصل لرسالة التوعية البيئية دي؟
شكرا. انا احب قبل ما ابتدي اشيد بالدور الريادي اللي بتقوم به معالي الوزيره السفيره نبيله مكرم، واشيد بهذا التجمع الجميل اللي بيجمعنا كلنا على حب مصر، جايين من جميع انحاء العالم بهدف واحد، ان احنا نشارك بمعلوماتنا ونضيف لذخيره العلم اللي موجوده في مصر، ونتواصل مع العلماء المصريين في الداخل والساده المسؤولين. فاحنا متجمعين على حب مصر، ودايما مصر تستطيع وابناء وبنات النيل. حتميه التسويق المجتمعي ودوره الاستراتيجي في التوعيه باهميه التنميه المستدامه. التنميه المستدامه هي المشروع القومي المصري، وهو الاستراتيجيه، واحنا عايزين نوصله ان هو يبقى الثقافه، ان الثقافه الاستداميه، لان المشروع القومي والاستراتيجيه القوميه لن تفعل الا اذا كان في ثقافه متعلقه بالفكر الاستدامي. وحضرتك قلتي ان في ناس كتيره بسطاء لا يعلموا ما هي الاستدامه وما هي اهميه الاستدامه، او في هذه الحاله الترشيد في استخدام المياه. فهو في مفهوم اسمه السوشيال ماركتينج، انا ترجمته على انه التسويق المجتمعي، وانا احب اركز ان التسويق المجتمعي حتى لا يساء او يختلط فهمه بانه ليس الاعلان، وانه ليس التواصل عن طريق السوشيال ميديا. فالسوشيال ماركتينج ليس السوشيال ميديا، والسوشيال ماركتينج ليس الاعلان المدفوع الاجر، لان دايما الناس بيتوارد الى فكرهم، لما بنقول ماركتينج بيتوارد الى فكرهم ان الماركتينج هو الاعلان والاعلان المدفوع. وكما نوه معالي وزير الري امس ان توصيل الرساله الاستداميه بكفاءه علشان تغيير السلوك يجب ان لا يكون قاصر على الاعلان مدفوع الاجر، ولكن يجب ان يكون في تواصل مباشر مع المستفيد. هو ده هو لب وجوهر السوشيال ماركتينج او التسويق المجتمعي. ان كان هدفنا هو التوعية باهمية التنمية المستدامة في مصر، فيجب ان نفعل الحوار المجتمعي الهادف والمبني على المشاركة الوطنية، ليس فقط الشحن المعلوماتي بالرسالة. ودايما احنا في تصميم الرسالة الاعلانية بنقول الرسالة او المعلومة قنوات التواصل، وبعد كده المستفيد، وبعد كده الفيدباك لوب، فبيبقى في تركيز اساسي على قنوات التواصل. السوشيال ماركتينج بيحول التركيز من قنوات التواصل الى المستفيد بالرسالة الاعلامية، ويكون هذا هو مربط الفرس وبداية تصميم برنامج السوشيال ماركتينج. فالسوشيال ماركتينج لا يركز على قنوات التواصل، ولكنه يركز على المستفيد من الرسالة. ما هي الرسالة؟ ما هي احتياجات المستفيد عشان نصمم الرسالة، عشان بعد كده، يعني حضرتك بتصمم بطريقة مختلفة، بدل ما بيكون التركيز على قنوات التواصل احنا هنا هو بنركز على المستفيد، عشان نعرف الشريحة اللي بينتمي اليها هذا المستفيد، عشان بناء على ذلك نصمم الرسالة السليمة عشان تكون اكثر فاعلية، ونختار من قنوات التواصل الوسيلة اللي نقدر بيها بطريقة اكثر استدامة ان نتواصل مع هذا المستفيد، يبقى فيه الرايت مسج تو ذا رايت بيرسون. فبناء عليه من الحتمي ان نتفهم الدور الاستراتيجي للتسويق المجتمعي. هل نتمكن من التأثير على سلوك المواطن
تجاه تحديات التنمية المستدامة إن لم نتمكن من التأثير على سلوك المواطن أبدا. مهما كانت الاستراتيجيات بتاعتنا والرؤى بتاعتنا لن يحدث تحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي هي Sustainability Objectives لن تتحقق بدون مشاركة فعالة من المواطن أو المواطنة. فمن البديهي أن يكون التركيز على المواطن أو المواطنة وليس التركيز على قنوات التواصل. دي وجهة نظر استراتيجية مختلفة تماما عن الشائع والمتداول في الترديشنال ماركتينج اللي هو التسويق التقليدي. فلكي نتمكن من التأثير على سلوك المواطن إنه يجب علينا أن نحدد أهداف التنمية المستدامة في المجتمع. وفي هذه الحالة افتقاد الوعي المستدام سوف يؤدي إلى نتائج عكسية. فإحنا عايزين أولا نعمل سيستماتيك استراتيجي. لو إحنا بنقول إن الناس ما عندهاش الوعي المستدام، طب ما إحنا نشوف بقى مين هم الناس اللي عندهم وعي مستدام، ومين هم اللي أقل في الوعي المستدام، ومن هم الفقراء في الوعي المستدام. وبناء عليه إحنا عندنا شرائح مختلفة من المستفيدين، وبناء عليه نصمم رسائل مختلفة. الرسالة اللي بتنفع للي عنده وعي استدامي هتبقى مختلفة عن الرسالة اللي بنوجهها للي ما عندهوش أو يفتقر للوعي الاستدامي. إن الاقتصار على توعية المواطن لحتمية التغيير عن طريق الشحن المعلوماتي قد تكون غير كافية لتحفيزهم على التغيير. أنا مش هدفي هو الرسالة، أنا هدفي هي إفادة المواطن، وبعد كده هنحقق هدف الرسالة، لكن يجب التركيز على ذلك. فإن حتمية التركيز على الفوائد التي سوف يكتسبها المواطن من تحول سلوك ليكون أكثر استدامة لمن الأهداف السياسية الأساسية الأهداف الأساسية للتسويق المجتمعي. ولكن إذا ركزنا على استراتيجية ليست قاصرة على نشر المعلومات التوعوية ولكنها مبنية على الحوار dialogue، والمبنية على الحوار، فإن في هذه الحالة نفعل أدوات وآليات التسويق المجتمعي، فنجد أن مفهوم التسويق المجتمعي هو الأكثر شمولا لأنه يرتكز على العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسيكولوجية المتأثرة على توجيه السلوك الاستدامي للمواطن sustainable behavior. عشان أعمل sustainable awareness لازم يبقى في فهم للسستينابل بيهيفير بتاع المواطن، عشان اعرف من اي شريحة هذا المواطن موجود، عشان اقدر اوجه له الرسالة الاكثر فاعلية، عشان نوصل بالاهداف بتاعة التنمية المستدامة المرجوة من هذه الشريحة لهؤلاء المواطنين. لان فهم هذه العوامل اللي هي العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية، لان فهم هذه العوامل سوف يؤدي الى تصميم القيمة الإضافية الفاليو أدد من وجهة نظر المواطن أو المستهلك، وليس فقط من وجهة النظر المنوطة لمصدر المعلومة. فإحنا بنقول إن إحنا مش بنركز على مصدر المعلومة وقنوات التواصل، إحنا بنركز في الحلول على المواطن، وبناء عليه بنحدد إيه هي قنوات التواصل اللي تبقى أكثر فاعلية مع هذا المواطن، بتعتمد على the level أو مستوى أو شريحة his sustainable behavior. ضل مفهوم، ما عندوش الفيجن، ما عندوش الرؤية إنه يطبق هذه الإمكانيات. وبالتالي أنا مهمتنا النهاردة إن إحنا نوصل دي للإند يوزرز، دي أهم أحد اللي إحنا المفروض تكون مخرجات هذا المؤتمر. النهاردة بنتكلم على مستوى الفقر بيزيد في الريف المصري ومش بيتحسن. مستوى دخل المواطن المصري في الريف كان، او مستوى اللي تحت خط الفقر كان 44% حسب الجهاز المركزي للاحصائيات،
النهاردة بنتكلم على 52 أو 51%، معناه أنه بيزيد مش بينقص، معناه أنه الفلاح بيزاد ضررا يوم بعد يوم، بيقل دخله يوم بعد يوم، مع أنه عنده ثروة لكن هو مش قادر يستغل هذه الثروة، مع أنه عنده حكومة عايزة تنجز عايزة تطير في الهواء لكن هو مش قادر يستوعب هذا الإنجاز، هو مش قادر يوصل له. الحقيقة أنه المشاكل اللي بتقابل الفلاح المصري أول حاجة أهمها أنه ما عندوش الخبرة الكفاية، ما عندوش الوعي الكفاية أو التعليم الكفاية اللي يخلينا. الحاجة الثانية تفتت الملكية الزراعية. الفلاح النهاردة اللي عنده فدان ولاده بكرة بيطلعوا كل واحد عنده نص فدان ومش عايز يشتغل بالزراعة، ولادهم بكرة بيبنوا عليهم بيت، خلصت الشغلانة، خلصت الشغلانة. الأرض الزراعية الخصبة بتتفتت بتتدمر بالمباني وأنا مش قادر أستغلها في إنتاج حقيقي. الحقيقة التانية المشكلة التانية ان هو مش قادر يعمل ماركتينج بشكل صحيح للمنتج اللي عنده. هو عنده منتج بيشتري منه تاجر التجزئة بخمسين قرش بيبيعه لتاجر الجملة باتنين جنيه، تاجر الجملة بيبيعه لي انا كمنتج للتاجر التوزيع بعشرة جنيه، الفلاح خد منه خمسين خمسة في المية وصرف اسمدة وكيماوي وزراعة وانتاج واعلاف وما ادري شيء وفي الاخر ما انتجش، ما خدش اللي يكافئه. انا بقول لك انا عن نفسي انا عندي مزرعه 10 فدانين في الباجور المنوفيه ما عدتش بزرعها، العماله غاليه الاسمده غاليه ومش قادر مش فاضلها والدي مش فاضلها فما عدناش بنزرعها، ما عدتش بتنتج بالشكل الجيد مع ان مع استخدام التكنولوجيا الحديث اقدر اطورها. هل الفلاح ده بالفكر ده نقدر ننقله وننمي بيه التنميه الجديده اللي احنا بنطمح ليها؟ الحقيقه لا، بالفكر ده ما ينفعش انقله كده، لابد ان انا اطوره يستوعب تكنولوجيا حديث يتعامل مع منتج حديث ينتج الكاش كروبس ينتج بطريقه تحقق لي الفود انرجي نيكسس اللي احنا بنتكلم عليها كلنا، يتكلم بمنتج يضاهي السوق العالميه في الكواليتي مش انه بيرمي اسمده ازوتيه من اسمده المبيدات عشان ينتج بالك عشان يبيعه ب 50 قرش وبعدين الكيلو اللي بيبيعه ب 50 قرش على ما يوصل للمستثمر المستخدم النهائي لو بينتج 10 كيلو بينتجوا بيروحوا للاند يوزرز المستخدم اللي هو انا 4 كيلو 6 باظوا في الطريق لانه لا عنده بروسيسنج ولا عنده تغليف ولا عنده تعبئه ولا عنده نقل بشكل جيد ولا تبريد بشكل جيد. كل هذه الاليات لابد ان احنا نستوعبها ونفكر فيها ونشتغل عليها كلنا كمنظومه كل واحد في تخصصه ان انا اساعد الفلاح المصري انه لما ينتقل يعمل شيفت للريف الجديد ما يكونش بعقليه الريف القديم، ما ينفعش انه ينتقل بعقليه الريف القديم. الحقيقه انه مساحه الرقعه الزراعيه 9 مليون فدان النهارده اللي بتحاول 3% من الانتاج لكن الحقيقه انه 38% منها هو اللي بينتج بشكل جيد والباقي تم تفتيته وتم تدميره وتم البناء عليه ومشاكل كتيره جدا وبالتالي امكانيته اللي بيؤدي ان انا اضطر ان انا استورد 40% من انتاج الغذاء. انا بستورد 40% من انتاج وده بيحط عبء كبير جدا على الحكومه لانه بتضطر تضخ استثمارات من العمله الصعبه اللي انا في الحقيقه انا محتاج لها. الحقيقة انه نفس الحكاية زي ما قلت انه بيبيع المنتج اللي بينتجه في الفلاح ل 50 تاجر في السكة و 50 شركة في السكة وما بيروحش عائد للفلاح في النهاية. طيب انا عندي العلم او النو هاو وعندي الفلاح اللي ما وصلتلوش، فين الفجوة اللي في النص؟ المرشد الزراعي اللي كنا بنسميه زمان او المهندس الزراعي اللي موجود في الجمعية الزراعية في القرية اللي يقدر يوصل المجموعة ياخدها من الخبراء والعلماء يفلترها يشوفها تفيد فين مع الفلاح اللي موجود على الارض في الغيط ويديها له. لابد ان احنا نهتم بهذا الفجوه اللي في النص دي، نعلمهم وزاره الزراعه وزاره الري تؤهل مهندسينها تؤهل خبراء موجودين بلاش حتى على مستوى خبراء لكن على مستوى ناقل للفكر اللي الحكومه تطمح اليه انه يوصله للفلاح. الحقيقه انا هطرح مبادره هنا اللي احنا ممكن نستخدمها في الاراضي الجديده اللي احنا بنتكلم على الريف الجديد. أنا عندي الريف الجديد هو أرض صحراوية بنتج من مية بير بكميات محددة، المية دي محدودة جدا لأنه الخزان غير متجدد ولابد إن أنا أستخدمها بأعلى كفاءة ممكنة ما ضيعش منها نقطة مية واحدة. طب أعمل الحكاية إزاي؟ المنظومة دي تتحقق إزاي؟ أنا أقول لكم النموذج ده، والنموذج ده مش نظري، النموذج ده محقق في إمارة أبو ظبي وكل خطوة من البروسيس اللي أنا هقولها تيستد أبروفد نشر عليها أبحاث بالتعاون مع جهات بحث علمي وخدوا عليها بيتنس. كل خطوه من دي احنا خدنا عليها بيتنس وهذكرها. هاخد الميه دي هديها لمحطه التحليه. اول كلمه اول ما تقول محطه التحليه غاليه. انا الميه عندي هنا كام؟ الملوحه كام بتاعت البير ده؟ اعلى ملوحه في مشروع المليون ونص فدان هي منطقه المغرى. كنا بنتكلم عليها مع السيد رئيس شركه الريف المصري. نتكلم على 5000 6000 في المغرى مش كده؟ كام؟ 9000 10000
10,000 انا اقدر استخدم حاجه بيسموها الفورورد اسموزز للبراكش ووتر، مش ضروري استخدم التحليه اللي بتستخدم في الديسالينيتد ووتر اللي جاي من البحر. هقلل التكلفه بنسبه 40% وده اللي احنا بنستخدمه في ابو ظبي، وبستخدم معاه طاقه شمسيه. اول برضه ما هتكلم على الطاقه الشمسيه، الخلايا الشمسيه غاليه. لا، الخلايا الشمسيه النهارده مقارنه بالوقود الاحفوري مش غاليه. ليه؟ النهارده احنا شغالين مع شركه كوريه في ابو ظبي انتجنا خلايا شمسيه. كان الاول الافيشنس بتاع الخلايا الشمسيه كام؟ 14% من سنه، صح؟ النهارده في يناير 2018 احنا انتجنا خلايا شمسيه 19.5%. احنا شغالين مع سيمنز ونشر عليها بحث في تايمز الاسبوع اللي فات، بنتكلم على 33%. هقلل نسبه استخدامات الاراضي وازود. النهارده انا عندي الواح من دي والله موجوده، بنتجها منتج محلي في اماره ابو ظبي اسمه الدرمكي، 19.5% بكلفه لا تزيد عن 5 سنت للكيلو وات، ونقدر نطبقها في مصر. طيب انا النهارده بتكلم على انه الافيشنس بتاعت التحليه مش عاليه. انا ممكن اعمل دبل سيركيليشن، يعني اعمل مرتين تحليه في نفس المحطه. هقول لكم اكتر، احنا عملنا في 2014 بدانا مشروع لانتاج اول فورورد اسموزس في اماره ابو ظبي، واتكرمنا من سمو ولي عهد ابو ظبي في يناير 2018 في الانترناشونال ووتر سامت، و15 عالم اشتغلوا لمده سنتين، حققنا اول بايلوت بروجكت، والنهارده بنتعاقد على الاب سكيل على 200 مليون جالون يوميا المحطه. 200 مليون بالفورورد اسموزس، هتكون اكبر محطه بالطاقه الشمسيه في اماره ابو ظبي. طيب انا الميه اللي طلعت لي من التحليه ميه غاليه جدا، فاليبل فيري فاليبل وفيري فريش، 200 بي بي ام او 250 بي بي ام، ما ينفعش استخدمها في ري مفتوح، ما ينفعش اروي بيها بالري بالغمر، ما يعرفش، ما ينفعش انتج بيها منتج عادي، فاضطر استخدمها في جرين هاوسي او ان انا انتج اعلاف بطريقه الاعلاف الشعير المستنبت وغيره. طيب ايه الفرق؟ ببساطه شديده، الصوبه الزراعيه دي انا هديكم ارقام والساده الزملاء وخراف الزراعه عارفينها. في الاوبن اريجيشن بمتر مكعب واحد ميه في متر مسطح انت اقدر انتج 7 كيلو طماطم، صح؟ في الجرين هاوسنج انا اقدر اوصل ل 50 و60، وفي الهيدروبونيك والايربونيك انا اقدر اوصل ل 70 و90 و100، وفي تجارب عندنا في الشيري توميتو 120، احنا بننتج 120. فانا اقدر اعظم الفايده بشكل كبير جدا مع استخدام الاعلاف والشعير المستنبت. انا اعمل كمان انتاج حيواني، اقدر اعمل من ده انتاج حيواني. يبقى انا كل الميه اللي طالعه من البير استغلتها، فاضل لي حاجه واحده من الميه من البير ما استغلتهاش، البراين اللي طالع من محطه التحليه. كان بيشكل لنا زمان مشكله بيئيه، هتخلص منه ازاي؟ احقنه في البير تاني فيلوث لي الخزان، طب احطه في ايفابوريشن بومب، طب انا خلاص عندي 20% من الميه ما استغلتهاش. النهارده بنشتغل مع احد الشركات ان احنا بننتج بيه الحواضر من ابو ظبي، بتنتج لي سمك اكوا كالتشر. الميه هي مش مجرد يعني اختار بان احنا ناويين نسعى في اطار الترشيد، ده سلوك مجتمعي بنسعى لترسيخه من خلال رؤية الحقيقة متكاملة لوزارة الري تستحق كل الثناء. طبعا انا يعني هترك لحضرتك التعليق، بس يمكن الدكتور سالم الحقيقة بحكم ان انا برضو كنت مساعد للوزير للشؤون الافريقية وشايف رؤية حضرتك واهميتها في اهمية التعاون مع دول حوض النيل وافريقيا، والفيرشوال ووتر ابروتش اللي حضرتك قلته برضو هام جدا، واظن ده طرح في التركيب المحصولي كيف يعني يمكن ان اتجنب محاصيل بعينها تربك الخطة المائية لمصر، وبالتالي التنسيق المؤسسي اللي حضرتك أشرت إليه بوضوح بين وزارتي الزراعة والري هام جدا، وأنا أتصور أن ده هيكون مدخل مهم لمعالجة ندرة المياه. لكن أنا يعني بعد سنوات من دراسة برضو ملف المياه والمشاركة فيها يمكن على صعيد خارجي أكتر منه صعيد محلي، أجد أن ندرة المياه هي مش قضية شح مياه، هي قضية إدارة موارد مائية. فإذا ما أحسننا الإدارة في كل يعني ما يتعلق بقضية المياه هنحقق الوفرة المطلوبة أو هنتجنب المخاطر المرجحة ونأمل ألا تقع. فيعني أنا مع حضرتك تماما يعني إن قضية ندرة المياه بضغوط السكان وتحسن مستوى المعيشة هو أصبح شريك قائم يعني، واستهلاكنا المتزايد من المياه وتهديدات من خارج الحوض، كل دي أمور أنا بتفق مع حضرتك تستدعي التوعية اللي أنا آمل إن هي تبقى يعني شريك معنا
في المدرسة، ما تبقاش مسؤولية الحكومة ولا الري والزراعة، تبقى مسؤولية المجتمع المدني، تبقى مسؤولية جهاز الإعلام الوطني، لأن الإعلام عليه دور رئيسي، لأنه هو الأوعى بفهم الرسالة. وأظن وقت المخاطر الإعلام عليه أنه هو يتبنى سياسات برضو خارج الصندوق وخارج الكلفة والمكسب والخسارة، تبقى في حسابات وطنية. وبالتالي الجهة المرشدة، وده ورد يمكن في حديث العلماء الاثنين، يعني ان بتبقى في جهة مرشدة لتكون وزارة الري، لان حقيقي السيد الوزير عنده رؤية الاربعة ته اللي بيتكلم في التوعية والترشيد، طبعا دي رؤية تشمل تقريبا كل اللي قلناه. انما الاستراتيجية اللي بتتبناها وزارة الري بكل تأكيد استراتيجية برضو معمقة جدا وواعية جدا. وانا الحقيقة استمعت من السيد الوزير ومن مستشاريه الى ان كلمة السستينابيليتي، نحن مش بنسعى لارشادات تطلق في المدارس وفي وسائل الاعلام، احنا بنسعى فعلا لتغيير النسق القيمي للمجتمع، ان تكون قضية المياه وهي مرتبطة بالدين ومرتبطة بمستقبل هذا البلد ومستقبل ايضا حتى اذا كان في ضغوط خارجية بتقع علينا في الملف المائي، فاحنا مطالبين سواء كان في ضغوط او ما فيش ان يكون لدينا سياسة ترشيد والتوعية. يعني انا طبعا التنسيق المؤسسي لفت نظري في كلام حضرتك والمياه الافتراضية اللي احنا يمكن قلنا عليها البصمة المائية، ربما الفيرتشوال ووتر والبصمة المائية يتقاربان يعني في المفاهيم، ودي واضح ان السيد وزير الري اعطاها يعني حقها وواضح انها موجودة ومفهومة. واحنا فكرة التركيب المحصولي برضو مدروسة بعناية، وانا اظن فكرة حضرتك للزراعة خارج الحوض هي فكرة ايضا بنحيي يعني سيادة الوزيرة نبيلة مكرم وبنشكرها مجددا على اتاحة هذه الفرصة. وانا كنت مع الوزيرة بختتم حديثي مع العالمين الجليلين بالاشارة لان رؤية حضرتك في المياه الافتراضية والتركيب المحصولي هي فكرة هامة جدا وقيمة، وأظن هي مدروسة الآن، وبدأ يبقى في هنا بقى جزء الإطار المؤسسي أو التنسيق المؤسسي بين الري والزراعة هام في هذه المرحلة بالذات. أنا مش هأطيل ومش هاخد يعني دور الجمهور إذا كان في أي أسئلة. شكرا أستاذ الأغضاء. طيب بس ناخد لو في تعليق من حضراتكم. دكتور صلاح. شكرا سعادة السفير، و أنا أحب أنوه برضو عن شكري سعادة معالي الوزيرة. أنا بصراحة منبهر بإدارة الجلسات والتواجد والتلاحم ما بين علماء مصر في الداخل وفي الخارج، والتغطية الإعلامية المكثفة بصراحة أنا ما شفتهاش في أي مؤتمر قبل كده، فأشيد بذلك. أنا ردا على النقطة المهمة اللي حضرتك ذكرتها، ما هي آلية التغيير؟ وأعتقد أن الكاباسيتي بيلدينج مهم جدا في هذا الموضوع، ما دمنا إحنا بنتكلم على الأهمية القصوى للسستينابل بيهيفير والسستينابل أويرنس. طب إيه هي الآلية لتفعيل ونعمل حراك في هذا في إطار المنظومة الترشيدية ان احنا نزيد من تفعيلها اكتر؟ فانا بقترح انشاء هيئة وطنية للتوعية والتسويق المجتمعي. اعتقد ان كثير من الدول حزت هذا الحزو، وانا بحب انوه بجنوب افريقيا، انا احب بنوه عن المكسيك، انا بحب انوه على الهند، انا بحب انوه ايضا عن دبي، دي تي سي ام دبي توريزم اند كوميرس ماركتينج، عندهم وزارة معنية بالتسويق. التسويق هو الباك بون بتاع الفري ايكونوميك انتربرايز. فعلشان نرد بقى ان ازاي نزيد التوعية وازاي نفعل، اعتقد ان انشاء هيئة متخصصة قد تكون تابعة لوزارة الري، أو قد تكون independent ولها فروع للوزارات المختلفة كما حضرتك نوهت،
ده هي مش بس وزارة الري، ده هي الوزارات الأخرى محتاجة للمنظومة التسويقية أيضا لتفعيل دور المواطن في هذا الحس الاستدامي، وإن إزاي ده يكون، أنا عجبتني الكلمة، يكون قيمة مجتمعية في مصر راسخة ومستدامة، مش مجرد سياسات واستراتيجيات، لأن السياسات والاستراتيجيات لن ترى حيز الفعالية بدون تفعيل مجتمعي وحس وطني من المواطن ان ده هو ده دوره وما فيش حاجة تانية غير ان تبقى sustainable behavior في السلوك ترشيد المياه، في السلوك تجاه السائح، في السلوك تجاه المنتج الوطني made in Egypt، في جميع الاتجاهات. فأنا أعتقد هيئة وطنية منوط لها التوعية والتسويق لكل ما هو مصري ده، وتنمية الحس الاستدامي أعتقد دي هي هتكون الكاباسيتي بيلدينج اللي هو حيفعل هذا المفهوم ليكون مرسخ في السلوك، يكون مرسخ كأداة من أدوات achieving الـ Sustainable Strategy Objectives بتاعة 2030. لو تأذن لي يا دكتور علق على الجزئية دي، في آخر لقاءاتنا في وزارة الموارد المائية والري كان فكر الاستراتيجية المتكاملة لإدارة ملف التوعية هامة جدا، كان حتى في من وزارة الأوقاف من الكنيسة القبطية، كان في موجود من وزارة الثقافة، وزارة التعليم، وزارة التنمية المحلية، حتى كان في تفكير أن تنشأ آلية مشابهة على مستوى المحافظات، بحيث أن الآلية الأم في وزارة الموارد المائية تتولى إرسال الرسائل بقى اللي حضرتك عايز تقسمها حسب فئات الوعي، الأكثر وعيا ربما سكان المدن، الأقل وعيا المحافظات، القرى والنجوع اللي هم ربما الأفقر وعيا. فممكن بقى الاستراتيجية دي تلبي الإطار، وأنا أتمنى أن اللي حضرتك قلته كله في مضمونه يتحول لستراكشر أو ماتريكس نقدر نبني عليه الرؤية دي، وتضاف لاجتماعاتنا القادمة في وزارة الري إن شاء الله. أستاذ سفير، بعد إذنك لو نطرح كمان السؤال ده على الدكتور صلاح، لأنه يمكن مرتبط كتير بنفس الفكرة اللي حضرته بيتكلم. طبعا هو سؤال من الدكتور محمد سعيد محفوظ، بنحييه وإعلامي ذو قيمة. من فضلك اعطينا مثلا على الجهد التوعوي الواجب في التعامل مع قضية سد النهضة وفقا لنظريتك المتعلقة بالتسويق المجتمعي. في لينك اعتقد ان احنا لازم نشتغل من التوب باتوم اب، ان احنا يبقى في التوعية على مستوى زي ما حضرتك قلت الناس اللي هم اكثر احتياجا للتوعية اللي هو على مستوى النجوع والقرى، ونطمنهم ونبين لهم ان يعني حصة مصر محفوظة، وان بناء السدود هذا لا يعني وقف المياه، لان بصراحة هي موسم امطار هائل في اثيوبيا وحيدمر لهم السد بتاعهم لو ما خلوش المياه تعدي، يعني ما هي ما فيش سكة ليهم الا المياه بتاعتهم تنزل عندنا، يعني ده هو يعني فده مجرد منطق علمي يجب ان احنا